نيجي بقى مع بعض يا شباب. بالنسبة عندنا للدرس الثالث بيتكلم فيه عن عضلات الإنسان. طبعا احنا من شوية كنا بنتكلم عن الجهاز الهيكلي، وعرفنا مع بعض ان الجهاز الهيكلي عندنا مهم جدا، تمام، في ان هو بيربط العضلات عليه عشان تساهم عندي في حدوث عملية ايه؟ الحركة. طيب تعالوا نشوف مع بعض عندنا العضلات اللي موجودة في جسمنا يا شباب، لو احنا جمعنا القوة بتاعتها مشتركة مع بعض قادرة على حمل جسم او سحب جسم وزنه 11 طن. يعني القوة اللي في جسمك تقدر تسحب بيها 13 سيارة. متخيل معايا؟ 13 سيارة نربطهم في بعض من السيارات ديت، واقول لك شدهم، القوة اللي في جسمك كافية ان تسحبهم، بس انا ما اقدرش يا استاذ انا اقف اشد سيارة، ما اقدرش اشدها بالقوة بتاعتي معاك. ليه؟ لان انت ما استخدمتش عضلاتك كلها مع بعضها. انا لو جمعت الطاقة اللي في الصباع ده مع الطاقة اللي في الصباع جنبه مع الطاقة اللي في الايد نفسها مع الطاقة اللي في قلب الذراع مع الطاقة اللي في قلب جسمك كلها من كل العضلات، جمعت مجموعها كلها، كمية الطاقة اللي في عضلات جسمك كلها تكفي للقيام بهذه المهمة. زي مثلا مجرى الصف بتاعك، انتوا كام واحد في الصف؟ 30. هل ممكن تشيلوا سيارة من مكانها؟ اه نشيلها يا استاذ، كل واحد يمسك من جنبه ويقدر يرفع السيارة. اه يبقى انت جمعت الطاقة بتاعت الصف كامل. تمام؟ فكذلك لو طبقت نفس الفكرة ان انت جمعت الطاقة بتاع كل عضلة في جسمك مع بعضها تقدر تقوم بالمهمة اللي هو بيقول عليها. طيب، بالنسبة للعضلات بتاعتنا يا شباب في قلب الجسم هنلاقي عندنا ثلاث انواع من العضلات. في عضلات اسمها عضلات هيكلية، وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا هنا ده منظر عضلات الهيكلية، ومن اسمها هيكلية يعني مرتبطة بالهيكل العظمي. أي عضلة هيكلية بعضلة مرتبطة بالهيكل العظمي. طيب في نوع تاني من العضلات بنسميها العضلات الملساء، ودي شفناها قبل كده في المعدة بتاعتنا، تمام، وليها مجموعة من الخصائص. طيب في نوع تالت من العضلات اسمها العضلات القلبية، ومن اسمها موجودة في القلب. طيب تعالوا كده مع بعض يا شباب. هيكلية وقلبية وملساء، ماشي. لو جربت ايه؟ بس ما انا مش فاهم، معلش سامحيني. لو جربت يعني سحب العربية يعني جربش، حاول تجمع عضلاتك كلها وتقدر تسحبيها، ممكن يعني ماشي. هي صعبة ان انت تجمع كل عضلات جسمك في كقوة واحدة، لان العضلات متوزعة في قلب الجسم. يعني في عضلات مثلا في امعائك، عضلات في قلبك، هل هتطلعي قلبك يسحب؟ بالطبع لا، تمام كده. لكن احنا بنقول مجموع العضلات كلها كقوه مع بعضها تقدر تقوم بالمهمه دي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. بالنسبه لاول نوع العضلات الهيكليه، انا هسالكم عن بعض الحاجات وانتم خليكم معايا في الاجابه. العضلات الهيكليه عرفت ان هي مرتبطه بالهيكل العظمي، تمام. طيب يعني اي عضله اشوفها متصله بعظمه على طول هيكليه. يا ترى في رايكم العضله ديتي اراديه ولا لا اراديه؟ عضله هيكليه مرتبطه بالعظام، حلو، ممتازين. طب انا لو جيت لقلبي ارادي ولا لا ارادي؟ قلبي لا ارادي، ممتازين. طب لو جيت لمعدتي ارادي ولا لا ارادي؟ حلو، برافو عليكم. يبقى احنا كده يا شباب الله ينور عليكم قدرنا نفرق ما بين الثلاث انواع بتوعنا من حيث الحركه بتاعتهم. العضلات الهيكلية إرادية، ليه إرادية؟ لأنها تخضع لإرادة الإنسان، تخضع لتحكم الإنسان، تخضع لتفكير الإنسان. افرد إيدك، حاضر. اقفلها، حاضر. تمام كده؟ اثني الذراع، ابسط الذراع، كل ده عندي حركات إرادية. حرك راسك يمين، يسار، غمض عينيك، افتح عينيك، كل ده عندي إشارات ببعتها من الدماغ للعضلة، وبناء عليه العضلة بتنفذ الأمر. لكن ما أقدرش أبعت الأمر ده للقلب، يا قلبي يقف. ما يقفش. يا قلب زود الضربات، قلل الضربات، ما يسمعش. يا معدة اقفي، يا معدة اشتغلي، ما تسمعش. يبقى أنا عندي في عضلات لا تخضع للإرادة، لا تخضع للتحكم، تمام؟ لكن عندي عضلات تخضع، فكده عرفنا إن الهيكلية تخضع، لكن القلبية والملساء عندي النوعين لا يخضعوا لإرادة الإنسان أو لا يخضعوا لتحكم الإنسان. أدي أول إيه نقطة في المقارنة اللي موجودة معانا. من حيث الموقع، الهيكلية من اسمها وعرفنا إن هي ترتبط بالهيكل العظمي كله، تمام؟ القلبية من اسمها في القلب بس، لكن الملساء ليها أكتر من مكان يا شباب. أكتر من مكان فين؟ تعالوا كده بالراحة كل واحد يعمل معايا الحركة دي يا شباب. عندك الحتة ده اهي، إيدك أهو مفرودة، الحتة دي بتبقى بارزة شوية، ماشي إيدك كده هتلاقي في حتة إنها بارزة. حط صباعك كده قدام منها وركز. اللي يحس بنبض يقول لي، اللي يحس بحركة هنا في تحت صباعه هنا تحت العظمية مباشرة، تمام، يقول نعم أو يقول حسيت. ها حنين، اول واحد حسب بالنبض، ممتاز. ها حد تاني ما حسش؟ ها تمام.
ده اللي بيعمله الطبيب. احيانا بنلاقي طبيب جاي في قلب التلفزيون ماسك ايد المريض من هنا وقاعد يبص للساعه وهو وراه ميعاد. لا، هو ماسك بايده اليمين ديت مثلا ليه الشريان اللي ماشي هنا، تمام، حاطط ايده عليه، وفي الساعه قاعد يبص، لان تقريبا النبضات اللي ماشيه في الشريان مع ضربات القلب الاثنين نفس الشيء. فبدل ما يجيب السماعه ويركبها ويكشف لي صدرك ويحط السماعه عشان يسمع ضربات القلب ويمسك الساعه يعد، طب ما هو بايده على طول يعد. فبيحط ايده على الشريان اللي ماشي هنا في المنطقه دي، هنا شريان قريب من الجلد، فبيقدر يحس بيه. احيانا ممكن يعملوه على الرقبه من هنا برضه، مشي ايدك كده على الرقبه لحد ما توصل لاخرها، مش تخنق نفسك، لا، ها الرقبه كده الحته دي حط ايدك، هتلاقي في شريانين برضه ماشيين عندي هنا، ممكن تحس بيهم النبض. اي واحد مغمى عليه يا تحس من هنا كده يا تحس من النقطه دي، تمام، فبالتالي تقدر تحس ايه النبض من الموقعين دول. ماشي، طيب، فمباشره كده حس النبض، أداء أوعية دموية. هل دي تنفع تقول عليها قلبية؟ الأوعية الدموية دي تنفع أحطها تبع نوع قلبية؟ هل هي موجودة في القلب؟ لا. هل ينفع أقول عليها هيكلية تبع الهيكل العظمي؟ برضو لا. يبقى أي نوع أحطها في الملسى؟ أداة واحدة، تمام. معدتي، وخلاص اتكلمنا على الجهاز الهضمي كله من أول المريء لحد ما تنزل لفتحة الشرج عزكم المولى، كل ده عضلات ملساء. يعني المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، فيها حركة مستمرة شغالة طول الوقت. طول ما في طعام شغال، أنت بلعت بلعة، أكلت طعام، شربت مية، المريء اشتغل ونزل المهمة بتاعته لحد المعدة. المعدة قعدت تشتغل وتهرس في الطعام فترة من الوقت وبتبعتها للأمعاء. الأمعاء تقعد تساعد تكمل الهضم وتمتص المادة الغذائية وتبدأ تتفاعل لحد المستقيم، والمستقيم يخزنها. تصحى من النوم هتقوم رايح عشان أعزكم المولى تعمل البراز. طيب، طرد الفضلات بتاع البراز ارادي ولا لا ارادي؟ حاضر يا بسمة، هقول لك عليها. ها ها، طرد الفضلات اللي بتخرج من جسمنا ارادي ولا لا ارادي؟ اختلف العلماء، ناس بتقول ارادي وناس لا ارادي. ركزوا معايا في الحتة دي يا شباب. انا المثانة والمستقيم الاتنين عضلات لا ارادية، عضلات ملساء. تاني، المثانة اللي مخزنة البول، المستقيم اللي بيكون فيه الفضلات اللي هتخرج بره الجسم، الاتنين عضلات لا إرادية. أمال يا أستاذ أنا قافل البول دلوقتي ومش إيه وعايز أروح الحمام، بس أنا قافله لما تخلص الحصة. العضلة اللي أنت قافلها حاليا دي عضلة على آخر المثانة، على مجرى البول نفسه، دي اسمها العضلة العاصرة بتاع البول، وفي زيها عضلة عاصرة خلفية بتاعة البراز، ديت أنت بقى إرادي، أنت بتتحكم فيها. عايزكم لما تروح الحمام تفتح العضلة يخرج المية يخرج البراز، لكن خروج الماء نفسه، تمام، العضلة من جوه هي اللي بتضغط تضغط تضغط لحد ما تطلع المية. وكذلك الفضلات، ممكن تفضل قاعد في الحمام دي، ها خلاص قربت اهو، تمام، اه، ويقوم ربنا مسهل عليك فتلاقي الفضلات تقوم مطرودة. طيب، الحركة اللي حصلت جوه والانقباضات اللي جوه دي انا ماليش تحكم فيها، لا إرادية. يبقى ركز، العضلة العاصرة اللي انت قافلها، تمام، ديت إرادية، انت بتتحكم فيها تفتحها وتقفلها، تمام كده. لكن العضلات نفسها بتاع الجهاز الهضمي من جوه لا، ملساء. المثانه ملساء، الاوعيه الدمويه ملساء. وصل كده يا شباب؟ طيب، السؤال بتاع اختنا كانت بتقول لي بسمله، بتقول يا استاذ ممكن مع ايه المعلومه بتاعت اي حد يضغط على منطقه الرقبه عشان يغمى عليه، تمام. اه، بص يا جميل، احنا عندنا هنا الشريانين اللي انت ضغطت عليهم من شويه عشان تشوف في نبض ولا لا، دول شريانين رئيسيين رايحين يغذوا الدماغ بالسكر والاكسجين. طب ممكن احنا بنشوف واحد بيخنق واحد فتلاقيه ماسك من رقبته من هنا، هل هو خنقته اللي خنقها ليه ده منعه من التنفس؟ هو انا كده ما بتنفسش، ما انا بتنفس اهو وبتكلم معاكم عادي، يعني في هواء داخل وهواء خارج، بس لو لاحظت هتلاقي صوتي بدا يتغير، وشي بدا يحمر. طب ايه السبب عندي؟ ان الاكسجين اللي وصل الدماغ قل، السكر اللي وصل للدماغ قل، لان انا منعته من الوصول للدماغ، فتبدا الخلايا اللي في الدماغ تجوع، مش قادره تقوم بمهمتها، مش قادره تقوم بوظيفتها. ففي الحاله ديت ممكن الشخص ايه يغمى عليه، يجي له غيبوبه، لو زودت معاه يموت. يبقى الخنق اللي احنا بنتكلم عنه ده مش خنق، لا، ان انا بمنع من التنفس، لا، ده بمنع متنفس حتى ما خده واحطها على وشه هترتاح منه. لكن اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ان انت منعت وصول عناصر مهمه جدا لعمل الدماغ، اللي هو السكر والاكسجين. في حاله نقصهم للدماغ، تمام، لفتره معينه يبدا الدماغ يفقد الوظيفه بتاعته، فبالتالي الشخص يغمى عليه. وصلت كده الفكره يا جميل؟ ها، وصلت يا بسمله؟
تمام، ده بالنسبة عندنا. بالنسبة بقى يا شباب، تعالوا كده نشوف الشكل المجهري بتاعها. ادي العضلات الهيكلية، ادي جيب ده عضلة العضد اللي هي اللي موجودة عندي في الذراع من هنا. فيها خطوط ولا ما فيهاش؟ العضلة الهيكلية اللي قدامكم فيها خطوط ولا ما فيهاش يا شباب؟ تمام، مخططة. طب لو رحنا للقلبية، فيها خطوط ولا ما فيهاش؟ برضه مخططة. طب لو رحنا بقى للمعدة اللي هي الملساء، هل مخططة ولا لا؟ لا. يبقى انت كده خدت فرق كمان من حيث الشكل. العضلات الهيكلية بنسميها الياف، الياف تمام، عشان فيها خيوط صغيرة من جوه، تمام، مخططة مستقيمة، تمام. طيب وهنا برضو بالنسبة للقلب بيكون عندي الياف برضو مستقيمة بس فيها تفرعات، لو لاحظت انها هتلاقيها متفرعة معايا، كبرها لكم شوية، ادي تلاحظ عندي ان هنا فيها تفرعات على عكس القلب من فوق كان خطوط فوق بعضها، تمام. طيب ده بالنسبه للقلب. في حاجه زياده عند القلب هنا اسمها اقراص مسننه في الحتت ديت، دي بتساعد ان القلب ايه ينبض بشكل ايه منتظم. وبرافو عليها مريم، قالت لي يا استاذ بالنسبه للملساء دي الياف مغزليه. مغزليه يعني ايه؟ عارفين المغزل زمان كان في حاجه كده بيستخدموها يعملوا عليها الخيط، قطعه خشبيه كده، ويقعد يلف الخيط من فوق ومن تحت، يلف من فوق ومن تحت، فتلاقي من النص سميكه ومن فوق ومن تحت رفيعه، فكانوا بيسموه المغزل. فده نفس الشكل، رفيعه من الطرفين وسميكه من المنتصف، فلذا سمينا الشكل اللي قدام مننا ده اسمه مغزلي، تمام، او الياف عضليه مغزليه الشكل. ده بالنسبه للشكل بتاعنا. طب تعالوا نشوف الانويه، يا ترى الملساء فيها كم نواه؟ النقطه السوداء دي خليه واحده فيها كم نواه؟ اهو يا ابراهيم، ها ملساء كده، ها. طيب الناس قالت واحدة اهو. القلبية فيها كم واحدة؟ القلبية فيها كم واحدة؟ أستاذ قول يا غالي، ها بسرعة يا يعني شباب. أولا القلب في نوعين مختلفين من الأنسجة العضلية، طيب خد بالك بقى كده عشان أنسجة العضلة نظبط. الداخلية وتعمل عام. انت جبت جزئية بس يعني حاولت ان انت تربط ما بين الاتنين، دي نقطة كانت لسه هنقولها بعد شوية، تمام. ان احنا لما نخلص هقولك دلوقتي ان انا عند العضلة القلبية تشبه الملساء وتشبه الهيكلية، يا ترى شبه الهيكلية في ايه؟ فكنت هتقول التخطيط، ان هي والهيكلية الياف مخططة. طيب شبه الملساء في ايه؟ في ان هي لا ارادية، لكن ما فيش فيها النوعين من العضلات. ما ينفعش اقول ان القلب فيه نوعين من العضلات، لا، هو ليه شكلين او مهمتين عنده مشابه فيهم لنوعي العضلات الاخرين، تمام كده. يعني ان هو يشبه الهيكليه في التخطيط، يشبه الملساء في ان هي لا اراديه، لكن هل هو في عضلات هيكليه وفي عضلات ملساء؟ لا، ما فيهوش الكلام ده، هو ليه عضلات خاصه بيه هو، فلذا سميناها عضلات قلبيه وحطينا الاسم بتاعها. وصل كده الفكره؟ ده بالنسبه عندنا. تمام. بالنسبه بقى للقلبيه يا شباب، بين الهيكلية القلبية حاجة بين الاثنين. تشبه في حاجة هنا وتشبه في حاجة هنا، تمام كده. تشبه الهيكلية في التخطيط، تشبه الملساء في ان هي لا ارادية، بس ده ايه المطلوب منك. انما هي تحتوي على نوعين العضلات، لا مفيش نوعين العضلات، هي عندها شغلتين او مهمتين عندها تشبه فيهم العضلات الاخرى، تمام، او وجه الشبه ما بين كل من كذا وكذا. وده سؤال بيجي علل دايما، علل تشبه العضلات القلبية كل من الهيكلية والملساء، فبقول له النقطتين دول شبه الهيكليه في التخطيط، شبه الملساء في النيه لا اراديه، مش اكتر من كده. بالنسبه هنا في العضله القلبيه زي ما انتم شايفين قدامكم في الصوره فيها نواه واحده، هل فيها نواه واحده؟ قال لي لا، لو احنا جينا للنظر فوق هنا اهو هنلاقي كاتب لي نواتان، قد تكون نواه واحده عاده، يعني الغالبيه بيكون نواه واحده، لكن في بعض الاحيان بيكون عندها نواتين. تمام كده؟ طيب بالنسبه بقى للعضلات الهيكليه فيها كم نواه؟ لو احنا لاحظنا هنا فيها نواه، طب فوق فيها نواتين، اه يعني دلوقتي فيها اكتر من نواه، ايوه، فبنقول عليها عديده. طب نقول واحده ولا اتنين؟ لا يا سيدي هي عديده، تمام. فهنلاقي نواه، لو انت دورت هتلاقي موجود عندك ان هي عديده الانويه، تحتوي على كثير من الانويه. تعالوا كده مع بعض نجيب النظر كله اللي موجود عندنا يا شباب عشان نبقى خلصنا الجزئيه دي. العضلات الهيكليه احنا خلصنا اللي قبلها، لا ما قلناش. طيب عضلات الجسم بتأدي وظائف كثيره جدا، تمام، زي المشي، مضغ الطعام، الرقص، تمام، كل ده بنحرك عضلات الجهاز الهضمي الهيكلي بتاعنا.
طيب جسمك فيه انواع كتيره من العضلات اللي احنا قلنا عليهم، ضربات قلبك، عضلات قناتك الهضميه، في عضلات اعضاء جسمك عشان تقوم بمهمتها زي التنفس مثلا محتاجين في عضلات، زي الاخراج محتاجين في عضلات، تمام. يتواجد النسيج العضلي في كل مكان، تمام، ليس تحت الجلد فحسب، عشان في ناس بتبقى فاكره ان كل العضلات تحت الجلد بس، طب ما قلبك جوه جسمك، الحجاب الحاجز جوه جسمك، تمام. فمش شرط ان العضلات تكون تحت الجلد على طول، او فوق العظم، او بين الجلد والعظم، لا، في عضلات موجوده في داخل الجسم. طيب ثلاث انواع زي ما احنا قلنا، هيكليه وقلبيه وملساء، وتعالوا نشوف الايه المميزات. الهيكليه نسيج عضلي مخطط، عرفنا ان هو في تخطيط، فلذا ممكن يقول لي تسمى العضلات الهيكليه بالعضلات المخططه لان فيها خطوط. ايه هي الخطوط؟ اشرطه فاتحه واخرى داكنه. هنلاقي عندنا في الرسمه هنا خط فاتح خط غامق، خط فاتح خط غامق، وده لما نيجي للتشريح بتاع العضلات هنشوف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في اليه حدوث الحركه. طيب ترتبط بالهيكل العظمي، فلذا سميناها هيكليه. علل ليه سموها هيكليه؟ لارتباطها بالهيكل العظمي. ادي النقطه الثانيه. وهي مسؤوله عن الحركات الاراديه مثل الكتابه والجري، يعني بتكتب كتابه، بتكتب اسمك، بتبعت اشاره عصبيه للعضلات الهيكليه، فبتحرك اصابعك بنظام معين بحيث ان تكتب الكلمه اللي انت عايزها والحروف اللي انت محتاجها. الجري بتجري من مكان لمكان، بالرساله من الدماغ لعضلات رجليك عشان تتجه في الاتجاهات بتاعتك. طيب بيتم ضبطها من خلال الجهاز المركزي، تمام، فلذا عندنا في الاراديه اللي موجوده فيها. عرفنا ان احنا لما نفحصها بالمجهر هنشوف الاشرطه الفاتحه متبادله مع الداكنه، فلذا تظهر معانا على شكل مخطط، فلذا سميناها بالعضلات المخططه. علل سميت بالمخططه لوجود اشرطه فاتحه تتبادل مع اخرى داكنه. لوجود اشرطه فاتحه تتبادل مع اخرى داكنه، ولما نيجي في التشريح هنعرف اسمهم، حاجه اسمها ميوزين وحاجه اسمها اكتين. طيب بالنسبه للعضلات اللي موجوده عندنا في جسمنا يا شباب، تعالوا الوجه الامام، الكتف بتاعك هنا بنسميها العضله الداليه شكل حرف دال. طب بالنسبه للصدر عندنا العضله الصدريه الرئيسيه. طب تسمع يا جماعه بتوع الجيم يقول لك الباي والتراي. الباي اللي هي اللي قدام هنا، التراي اللي هي تحت هنا. باي يعني اتنين، ثنائية الرؤوس. تراي يعني اللي تحت عندي هنا، ثلاثية الرؤوس. طب والفخذ؟ رباعية الرؤوس. يبقى احنا عندنا هنا عضلة ذات الرأسين الباي، عضلة ثلاثية الرؤوس اللي هي التراي، ونيجي ننزل في الرجل من تحت عضلة رباعية الرؤوس. طب وديت العضلة الإلية عشان منطقة الإلية. طيب فضل عندنا مين؟ العضلة بتاعت الرقبة اللي هي موجودة عندي في الحتة دي المثلثة اللي بتكون عندي هنا دي، بنسميها شبه المنحرفة. أدي أسماء العضلات ما جاتش قبل كده في اختبار، بس خلي عندك علم بيها. طيب خلايا عضلات الهيكلية عرفنا ان هي بتكون كبيرة، اتفضل. الستة هي العضلة رباعية الرؤوس اللي هي الموزة اللي نطلق عليها الموزة العضلية. الموزة، ماشي، معرفش والله عند الجزار ديت، نروح نشوفها سوا. ماشي. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبة للعضلات الهيكلية كبيرة الحجم، أطول عضلة في جسمنا يا شباب اللي هي عضلة الفخذ هنا. عضلات الفخذ اللي موجوده عندنا اللي هي الجزء ده يا شباب، تمام، طولها بيزيد عن 3 سم. العضله اللي موجوده عندي هنا طول العضلات او الالياف العضليه اللي موجوده فيها بيزيد عن 3 سم، فاللي طولها ممكن يوصل معايا ل 30 سم، تمام. في منها صغير مليمتر. طب الالياف دي شفتها قبل كده؟ قال لك لو انت جبت اللحمه كده وانت قاعد تتفصص فيها بتلاقي فيها خيوط رفيعه. الخيوط دي لو بصيت عليها تحت المجهر هتشوف المنظر اللي احنا بنقول عليه ده. طيب العضلات دي بتكون على شكل حزم. ايه الحزم دي؟ تمام، لما انت تيجي للقلم بتاعك اللي بيتكتك فيه كام لون؟ في اربعه يا استاذ. مقفولين جوه قلم واحد، ايوه، فبنسميها حزم، حزم عضليه. طب دي حزم من القلم، تمام. انا عندي فيه خيوط كتيره جدا في العضلات زي ما انت شايف اهو، خيط اتنين تلاته اربعه فوق بعض يتجمعوا ويبقوا حزمه، وده هبقى اجيب لكم صوره ليها ان شاء الله قدام. عرفنا ان الحزم دي بيجي لها اشارات عصبيه، وكان في الدرس اللي فات شفنا مع بعض الخلايا العصبيه بتتحكم في العضلات عشان تنقبض حتى تؤدي العضلات الحركه بتاعتها. طيب الجهاز الهيكلي بتاعنا عرفنا ان هو بيثبت العضلات عليه من خلال مين؟ ايه التركيب اللي بيربط العضلات بالعظام؟ ها قلناها من شويه. ايه التركيب اللي بيربط العضلات بالعظام؟ اوتار. برافو عليك يا مريم، ممتازه ما شاء الله عليك. ايوه احب الناس اللي فايقه دي، تمام. طيب نيجي للعضلات الملساء، لا تخضع للتحكم الارادي، فلذا بنقول عليها لا اراديه. الشكل بتاعها كم مغزلي، فيها كم نواة، عرفنا واحدة. طب مخططة ولا غير مخططة؟ قلنا غير مخططة. فيقول أحد أنواع العضلات غير المخططة وغير الإرادية. غير مخططة وغير إرادية، يبقى أنت على طول بتتكلم عن عضلات الملساء. طيب بيسموها الغير إرادية أو الغير مخططة، أدي التسمية بتاعتها. علل ليه سميت بالاسمين دول؟
غير إرادية لأنها لا تخضع لإرادة الإنسان، غير مخططة لعدم احتوائها على الأشرطة الفاتحة والأشرطة الداكنة. تمام؟ طيب موجودة فين؟ قال لي في المعدة والأوعية الدموية والقناة الهضمية اللي هي الأعضاء الجوفاء. جوفاء يعني إيه؟ يعني فيها تجويف من جوه، معدتك من جوه فيها فراغ. الأوعية الدموية أنبوب في فراغ من جوه. القناة الهضمية برضو أنبوب في فراغ من جوه. الطعام بيتحرك بسبب الحركة دي، وهنسمع عنها في الجهاز الهضمي، اسمها الحركة الدودية للأمعاء. طيب تتحكم في مسار انسياب الدم خلال الجهاز الدوري، ما احنا شفناها مع بعض في الشرايين وفي الأوردة، موجودة فيها العضلات الملساء، فلذا حركة الدم بتعتمد عليهم. بؤبؤ العين، بؤبؤ العين ازاي؟ تعالوا كده نعمل تجربة صغيرة كده مع بعض، اياك تظبط يعني. ادي بؤبؤ عينيا مركزين فيه، شايف بؤبؤ العين؟ لو ركزت في قلب بؤبؤ العين هتلاحظ ان بؤبؤ العين عندنا مجرد ما اتعرض للضوء صغر. طب الضوء مشى رجع تاني، تمام. ايه السبب؟ في عضلات ماسكه القزحيه بتاع العين اللي هو الجزء الملون اللي في العين، يفتح ويقفل يفتح ويقفل، ارادي ولا لا ارادي؟ لا ارادي. عضلات ايه؟ ملسق، تسمح بتقلص حجم بؤبؤ العين في الضوء السطح، تمام. طيب ممكن ان تؤدي معظم هذه العضلات وظيفتها من دون تنبيه عصبي، يعني في عندي مجموعة من العضلات دي يا شباب مفيش تحكم فيها، خلاص الجسم اتعود على الحركة بتاعته بآلية زي ايه؟ مستمرة بدون تحكم من ايه؟ من الجهاز العصبي، من الجهاز العصبي ما عادش بيبعت اشارات، هي خلاص بقت حركة منتظمة فيها بشكل مستمر. نيجي عشان الوقت بتاعنا ايه؟ قرب ينتهي. العضلات القلبية عرفنا ان هي موجودة في لا الرمش العين، لا هقولها لك يا بسم الله حاليا. القلبية موجودة في القلب بس، تمام؟ وعرفنا ان القلبية عندنا في الخصائص بتاعتها تشبه العضلات الهيكلية في التخطيط، تشبه الملساء في ان هي لا اراديه، وجاي بيقول لي ان الحجم بتاعها اصغر من الهيكليه، يعني الهيكليه بتكون عندي كبيره، تمام، لكن الهيكليه بتكون كبيره لكن القلبيه بتكون عندي اصغر في الحجم، لان قلبي قد قبضه ايدي، القلب قد قبضه الايد. وبالنسبه للنواه عرفنا ان هي واحده، تمام، وقد تكون نواتان. بكده يا شباب نكون وصلنا مع بعض لنهايه الجزء ده، اتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات اللي احنا قلناها. تمنياتي لكم بالتوفيق، في رعايه الله، مع السلامه.